عندما يكون مع أقرانه يتألق لوحده، لمسة يسارية ساحرة، كل هذا والطفل لم يتجاوز الثامنة من عمره، أبهر المتتبعين وكل الأعين باتت عليها. موهبة سفيان تفتقت وظهرت وهو في السادسة، والخال خالد كان وراء الاكتشاف النادر. عندما كان في السادسة لاحظت أنه يملك فنيات وخصوصيات على مستوى قدمه اليسرى، قلت حينها سأجرب، قد نستطيع إخراج شيء ما منها. عندها بدأت تلقينه تقنيات يمارسها عادة الكبار، وكانت النتيجة باهرة. سفيان لا يعي قيمته، يداعب المستدير بتلقائية وعفوية وببراءة الأطفال، بقي مجتهدا في المدرسة وهادئا بين عائلته. لدينا علاقة قوية ومتماسكة في العائلة، لديه أخت أيضا وهو تلميذ جيد ويعيش حياته بشكل طبيعي، وحتى الآن كل شيء يسير جيدا. مارادونا الجزائر الصغير يعشق خضر بلاده الأصل، وحلمه كان رؤية نجوم محاربي الصحراء عن قرب. الجزيرة الرياضية حققت حلم طفل نابغة وأدخلته إلى كواليس الخضر، بل حتى أنه داعب الكرة مع نجوم كان يراهم فقط على الشاشة الصغيرة. زيارة جعلت نجوم الجزائر الذين يتألقون مع أنديتهم الأوروبية منبهرين أمام فنيات الطفل.